نشرة أخبار مفصلة نقدمها لكم من أورينت نيوز ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل قياديين بالفصائل الفلسطينية إثر الغارات الجوية على غزة، والفصائل تستهدف منصة غاز إسرائيلية. أردوغان يناشد مجلس الأمن بالتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين ويطالب بإرسال قوات دولية إلى فلسطين. نظام أسد يواصل الخناق ضد محاصري مخيم الركبان ويجبرهم على المشاركة في مهزلة الانتخابات تحت التهديد. ميليشيا قسد تطرد أكثر من 250 شخصاً من مخيم الهول بالحسكة. أهلاً بكم. أعلنت الفصائل الفلسطينية عن مقتل قائد كتائب القسام في غزة باسم عيسى إثر غارة جوية. بدوره قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إن 13 عضواً في فريق تصنيع الأسلحة في حماس قتلوا، بينهم جمعة طلحة المسؤول عن تكنولوجيا الصواريخ. إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا القصف على غزة إلى 56 قتيلاً وأكثر من 330 مصاباً، في حين دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية بينها آليات ثقيلة وناقلات جند إلى تخوم القطاع. إلى ذلك أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف منصة غاز إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صواريخ، معلنة ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 6 أشخاص بينهم عسكريون. واو زنفيلا بادوك يو بنمال بنمال واو 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 بنمال أخي. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويوجه رسائل واضحة لإسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينيين قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر، ولفت إلى ضرورة أن يلقن المجتمع الدولي إسرائيل درسا قويا ورادعا، وأن بلاده تواصل مبادراتها على مختلف المستويات لتحقيق هذا الهدف وفق تعبيره. وأضاف الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أنه ينبغي دراسة فكرة إرسال قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين. قال الناشطون أن نظام أسد يمارس الضغط على محاصري مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية لإجبارهم على المشاركة في مهزلة الانتخابات، وأضافوا أن النظام عرض على القاطنين عبر وسطاء له أن مشاركتهم في انتخاب الأسد تساهم في تسوية أوضاعهم وعدم ملاحقتهم أمنيا إذا ما أرادوا العودة لمناطق سيطرة ميليشياته. ينضم إلينا عبر الهاتف من مخيم الركبان الناشط الإعلامي خالد العلي. أهلا بك خالد، لو تطلعنا على صورة الأوضاع لديك وكيف يروج نظام أسد لانتخاباته. طبعا السلام عليكم أنس مي، السلام عليكم قناتكم الكريمة، بارك علينا وعلى الشعب السوري العظيم شهر رمضان المبارك. إن شاء الله السنة الجاية بنكون ببلادنا منتصرين. نعم وأنت طبعا نظام أسد يحاول كل مرة وأخرى بفرض موضوع بين قوسين ما يسمى بالتسوية على قاطني مخيم الركبان. فهذه المرة بعد فرض حصار خانق على سكان المخيم
يمنع دخول أي شيء باتجاه المخيم. قام نظام أسد، هناك عائلات تقوم بالخروج من المخيم إلى مراكز الإيواء التي متواجدة في حمص. المرة هذه اللافتة بأن النظام أخر خروج بعض العائلات إلى مراكز الإيواء في مدينة حمص بسبب الانتخابات، وهناك معلومات تفيد بأنه قام بإحضار صناديق اقتراع على تخوم منطقة الـ55. النظام طبعا سابقا والقافلات التي خرجت، هناك حالات اعتقال عديدة بين صفوف الشبان، منهم من زجهم في غياهب السجون، ومنهم من زجهم على الخطوط الأمامية. يعني الخيار الذي وضع فيه سكان مخيم الركبان حقيقة مأساوي جدا للغاية. نعم خالد، أود أن أستوقفك عند نقطة قلت بأنه النظام استوقف الأهالي أو منع الأهالي وأخر من خروجهم من المخيم إلى مراكز الإيواء. هل من معلومات فيما إذا اشترط نظام أسد عليهم التصويت له مقابل الخروج إلى مراكز الإيواء؟ أسد، نعم، اشترط نظام أسد على الأهالي أنه يتم تسوية الوضع بعد يتم الانتخابات لرأس النظام للميليشيا بشار أسد. بعد أن يتم الانتخابات يتم إيداعهم في مراكز الإيواء، وبعدها يتم الاعتقال. يعني كلنا نعرف مصير من عاد إلى بين هلالين ما يسمى بحضن الوطن. أغلبهم تم اعتقالهم، وأغلبهم زجوا في الخطوط الأمامية، خطوط التماس. نعم، وبناء ما تفضلت به خالد، يعني هل تتوقع أن نظام أسد أن يكرر السيناريو الذي مارسه في الدورة الانتخابية الماضية وأن يعتقل عدد من أهالي مخيم الركبان ممن صوتوا لصالحه؟ المخيم سيدتي الكريمة لا يؤخذ عليه ميثاق ولا عهد. يعني من تأخذنا الميثاق؟ من روسيا التي قصفتنا ودمرتنا وهرجرتنا من بيوتنا، من إيران التي أتت من 5000 كيلومتر لتقاتلنا باسم الدين وباسم عقيدتها ونشر التشيع، من نظام اعتقل أكثر من مليون سوري وقتل أكثر من نصف مليون مواطن سوري وهجر الملايين من بيوتهم، من يؤخذ الميثاق والعهد؟ هذه الانتخابات لا تمثل الشعب السوري سيدتي الكريمة. هناك حالات سيتم اعتقالها وزجها في غياهب السجون، هناك شبان سيتم اعتقالهم. النظام بدأ بما يسمى بروباغندا إعلامية، أو بما يسمى تحسين الوضع لإظهار للمجتمع الدولي بأنه أنا حتى اللي كانوا معارضيني رجعوا على مناطقي وأنه عايشين بمناطق سيطرته. نعم، ولكن وصلت الفكرة حقيقة خالد العلي. هناك حال من نعم تفضل. هناك حالات اعتقال حدثت من مراكز الإيواء، هناك شبان تم اعتقالهم من معابر الدخول، من معبر جليغم وعابر حمص أثناء الدخول حتى لم يصلوا إلى مراكز الإيواء. هناك أشخاص موجودين في صيدنايا إلى الآن من تاريخ أول قافلة خرجت إلى تاريخ اليوم. يعني نظام لا ذمة له ولا عهد ولا ميثاق ولا يرعى حرمة إنسان. نعم، سأكتفي معك بهذا القدر من مخيم الركبان، الناشط الإعلامي خالد العلي، شكرا جزيلا لك. هددت ميليشيا أسد الطائفية أهالي قرية أم باطنة بريف القنيطرة باقتحام البلدة والتهجير إلى الشمال السوري. وقالت صفحة تجمع أحرار حوران المحلية إن اللجنة العسكرية الروسية وقادة في ميليشيا أسد وعددا من وجهاء البلدة عقدوا اجتماعا لتجنيب القرية الاقتحام، وأوضحت أن الميليشيات طالبت الأهالي بقبول التسوية لتجنيبهم التهجير إلى الشمال السوري في أول أيام العيد. قررت إدارة مخيم الهول بالحسكة التابعة لميليشيا قسد الإفراج عن دفعة من أبناء دير الزور المحتجزين داخل المخيم وإعادتهم لمناطقهم الأصلية. وبينت مصادر محلية إلى أن الدفعة تتألف من 83 عائلة تضم 271 شخصا من أبناء دير الزور المحتجزين في مخيم الهول، مشيرة إلى أنهم سيغادرونه مساء اليوم. لجأت سيدة سورية تدعى صبرية الفياض مع عائلتها إلى الدنمارك بعد مقتل زوجها، إلا أنها تخشى الترحيل بعد إلغاء تصريح إقامتها على غرار ما حصل لمئات السوريين. وأنا بخاف أرجع على سوريا
من هالنظام هذا اللي قتل جوزي وقتل اخوه لزوجي واعتقل. يعني بخاف من الاعتقال، انه يسالوني انه انت وين اولادك، اولادي هذول انه يعني عندهم عسكريه. يعني انا اجيت هلا هون بالدنمارك، يعني اني استقريت، بس هلا ماني مستقره بسبب انه بدهم يرجعونا على سوريا. الهجرة الدنماركية ما أخذوا بعين الاعتبار إنه إحنا عائلة، تعبنا كتير لحتى التمينا مع بعض، فجأة بدهم يشتتونا، ما أخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. طب هذا ما نوع إنساني؟ الشيء اللي صار بسوريا وكل هاي الجرائم، جرائم الكيماوي أو القصف أو كل هذا الشيء اللي صار بسوريا، هل من المعقول إنه الدنمارك ما بتعرف إنه هو النظام سببه؟ بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. نشكركم لطيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.